النهارده انا في الاقصر مفيش حاجه فيهم القاهره ولا الاسكندريه، هتلاقي ان التركيز على المحافظات اللي كانت محرومه من الخدمات الصحيه والخدمات، انا بتكلم على الخصيني من الخدمات الصحيه، فاحنا تركيزنا كله حتى التوجيهات اللي السيد الرئيس بيقولها لنا ان هي نطلع بره بره القاهره. الاقصر هنا زي ما انا قلت كده، وانتوا كلكم اذا كنت انت من اهل الاقصر ما كانش عندكم غير الاقصر الدولي، والاقصر العام كانت مستشفى صغيره، الاقصر العام دلوقتي بقت ثلاث مباني، بدل مبنى بقى ثلاث مباني. ادي هنا ارمنطه خلاص الحمد لله ما ظبطناها، ان شاء الله جاهزه للافتتاح. الاسنا ثلاث اشهر او اربع اشهر وهنكون مخلصينها باذن الله. انا وعدت اهل الاقصر ان في شهر اربعه، انا كنت هنا في شهر 12، قلت لهم في شهر اربعه ان شاء الله هنكون خلصناها الحمد لله خلصت، وبرده انا بوعد اهل الاقصر ثلاث اشهر او اربعه هتكون اسنا خلصانه ان شاء الله. عدد الافتتاح يا فندم بتاع المستشفى دي؟ الافتتاحات مش انا اللي بحددها الحقيقه، انا باجي بتفقد دلوقتي وبنشوف امتى الافتتاحات، وهتلاقوا احنا بنعمل حاجه اسمها افتتاح تجريبي، يعني بنجرب الشغل. النهارده انا مريت ان شاء الله باذن الله يوم السبت هتبتدي العيادات تستقبل المرضى ان شاء الله، يوم الاثنين نبتدي نشوف الاقسام الداخليه هتشتغل ازاي شويه شويه عشان يبقى الافتتاح على اساس من العمل فعلا.